صباح الخير، بداية أسبوع جديد ومشوار صباحي متجدد، وإحنا معكم ساعتين على الهواء مباشرة وقناة مساواة الفضائية. صباح الخير، ومثل كل يوم وبنفس الموعد محطات وموضوعات مختلفة ومتنوعة. إلى العناوين: تطبيقات التراسل في هواتفنا الذكي ما بين التحديثات الجديدة واختراق إضافي للخصوصية. علاجات أشعة الليزر الطبية، الفوائد، الأضرار والمحاذير. وكيف نختار أنواع الأرضيات في منازلنا وساحاتنا، نصائح وتوجيهات. وقطاع الصحة في غزة يفتتح قسماً لعلاج السرطان. من عروس البحر حيفا، صباحنا غير، حلقة جديدة، 24 من شباط فبراير 2019. صباح الخير لجميع اللي انضمونا في اللحظات لمتابعة هذا المشوار الصباحي الجديد كالعادة في بداية هذا الأسبوع. نهاية أسبوع انتهت. صباح الخير، كيف كانت نهاية صباحك أسبوع؟ أمير، عن جد عن جد بسرعة البرق مرقت، قصيري جدا. لأنه شو؟ كيف كانت؟ شو مرق؟ يعني يوم الجمعة عادة بنقضيه مع العائلة، يوم السبت بنحاول هيك نشوف الأصدقاء، بس من ضمن الأصدقاء كان أمير اللي شفته امبارح، فكمان كانت جلسة عمل، بس بكل الأحوال احنا كمان بالعطلة وبداية أسبوع معكم مشاهدينا، على أمل إنه عن جد يكون أسبوع رايق وهادي وجميل وهادف. جميل جدا، أنا بدي أشاركك بشغلة. يلا. صحيح كانت نهاية أسبوع اللي فيها جلسة عمل، ولكن كان في عرض رائع امبارح في مدينة حيفا، اللي هيك أنا بعدني بنشوة من بعد مشاهدة هذا العرض لحديث هاي اللحظات، للفنان الكبير والموسيقي الكبير أحمد الخطيب ويوسف حبيش. كانوا في مدينة حيفا امبارح، أجواء كانت أكثر من رائعة، أحلى في البلدي التحت، ومنتأمل هيك يكون في عروض أكثر في مناطق أكثر لكل المبدعين اللي هن خارج فلسطين. إذا نبدأ مع الصحافة المحلية، الصحافة الصادرة من البلاد ومن صحيفة الاتحاد والمانشيت الرئيس. المتابعة تجمع القائمتين في أول لقاء منذ حل المشتركة. إذن يا أمير، وبحسب صحيفة الاتحاد، رئيس لجنة المتابعة العليا سيد محمد بركي دعا رؤساء الأحزاب الأربعة إلى عقد اجتماع بمشاركة رئيس منتدى السلطات المحلية العربية مدر يونس، وذلك من أجل وضع خطوط عامة وتوقيع اتفاق فائض أصوات بين القائمتين. إذن دعوة بركي جاءت بعد يومين من تسليم القوائم النهائية للجنة الانتخابات والإعلان النهائي عن تفكك القائمة المشتركة وخوض الانتخابات في قائمتين تحالفيتين، الجبهة والعربية للتغيير من جهة، والتجمع والحركة الإسلامية من جهة أخرى. وفي صحيفة الاتحاد أيضا باقون أمير وعنوان آخر: أم الفحم ترفع صوتها ضد أعمال العنف المتصاعدة. الحديث في هذا الخبر أو في هذا العنوان هي عن مشاركة العشرات من أهالي أم الفحم في تظاهرة غاضبة ضد العنف المستشري في المجتمع العربي بشكل عام، وضد حالات العنف والقتل في أم الفحم بشكل خاص. هذه المظاهرة الشعبية أمير هي ضمن سلسلة مظاهرات التي انطلقت في مدينة أم الفحم قبل أكثر من شهر بقيادة عائلات وأهالي ضحايا العنف في المدينة، حيث تحول يوم السبت إلى موعد ثابت من أجل رفع صرخة ضد العنف. يعني تحية لكل أهالي بلدة أم الفحم فعلا على هذا الحراك، على إطلاق هاي الصرخة، ومهم نسمع صوتنا، إحنا ضد العنف بكل أشكاله. صحيح، العنف اللي في الأيام الأخيرة أو في اليومين الأخرانيات كان كمان في مناطق مختلفة وبلدات مختلفة، على سبيل المثال الطيري من يمكن أكثر المنشورات اللي كانت مؤثرة في هذا الموضوع في كل ما يتعلق بالعنف. اليوم نتظاهر ضد العنف، وغدا العنف بالظاهر ضدنا وبرد علينا، إشي موجع للأسف، ولكن كنبقى في الحراك الشعبي، ولكن هذه المرة في قضية أخرى، قضية الأرض والمسكن. وموقع عرب 48 الإخباري يعنون: في جديد المكر مظاهرة احتجاجية ضد مخطط طنطور. إذن يا أمير، من جديد الحديث عن مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي جديد المكر بعد مظاهرة احتجاجية في البلدة ضد مخطط طنطور الرامي إلى إقامة شبه مدينة عربية على حساب أراضٍ بملكية خاصة جنوب البلدة.
المئات. إذا لبوا هذه الدعوة، دعوة اللجنة الشعبية، تعبيرا عن رفضهم للمخطط ومطالبتهم بإعادة تل الطنطور إلى نفوذ قرية جديدي المكر عفاف. نعم. وفي موقع 48 أيضا عنوان آخر: المقدسات الإسلامية والمسيحية في طبرية، إهمال وطمس يسبقان التهويد. صحيح، هذا كان عنوان لتقرير صحافي أعد الموقع الأخباري، وبرصد الأبعاد لمخطط إقامة متحف داخل مسجد البحر. التقرير بيقول أنه سياسي مهدت، أو السياسي عفوا الإسرائيلي مهدت لحجب المقدسات عن أهلها وعدم ترميمها لوضع اليد عليها من قبل السلطات الإسرائيلية وتحويلها لكنس ومقامات للحاخامات، أو حتى لا تحويلها لمحال تجارية ومطاعم ومقاهي أيضا. التقرير أيضا يا أمير ينقل تصريحات مؤسسات حقوقية اعتبرت أن المقدسات في طبرية شأنها كشأن غالبية المقدسات بالقرى والمدن الفلسطينية التي تعرضت للقرصنة والسلب بعد النكبة بواسطة ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل. موجع جدا دائما نسمع بالتحديد طبرية للمنطقة الغنية جدا في الأماكن التراثية، الأماكن الأثرية والمقدسات لكل الديانات وكل المؤمنين بشكل عام في هذه البلاد. إذن نبقى في الصحافة المحلية، ومن صحيفة كل العرب عنوان: وقفة احتجاجية في قلنسوة ضد هدم البيوت وتشريد العائلة. والحديث هنا أمير في هذا العنوان عن سكان مدينة قلنسوة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الشعبية والبلدية وأصحاب البيوت المهددة بالهدم، وذلك تنديدا بسياسة هدم البيوت وتشريد العائلات. الصحيفة تشير إلى أنه خلال الأيام القريبة ستكون جلسة مصيرية بالنسبة للبيوت، فإما يتم تجميد الهدم أو أما المحكمة ستقرر تنفيذ عمليات الهدم. يعني كل هذه القضايا المتعلقة يعني قضية الأرض والمسكن مع الأسف ما زالت قائمة، ما زالت تهدد أبناء مجتمعنا، وما زالت تتصدر أيضا العناوين الصحفية. طيب ننتقل إلى عنوان آخر، وتحديدا نقلا عن موقع كل العرب، من كل العرب إلى موقع بكرة، وعنوان: إسرائيل تستغل الانتخابات للاستيطان بالضفة. بحسب هذا الخبر عفاف، إن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يفيد بأن اليمين الحاكم في إسرائيل وكأنه يسابق الزمن في استغلال الغطاء الأمريكي لمخططاته الاستعمارية التوسعية وفترة الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات للحصول على أصوات أكثر من الشارع الإسرائيلي، وتحديدا من قبل المستوطنين بحسب الموقع. والتقرير أيضا يشير إلى أن ملف الاستيطان يحتل مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها، خصوصا في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة جيم، وذلك بحسب ما أفادت الصحيفة. إذن خلينا ننتقل إلى عناوين الصحافة الإسرائيلية، وخلينا نبدأ من معاريف وعنوان: أيباك تنتقد بشدة دعم نتنياهو إلى حزب عثمة لإسرائيل اليميني المتطرف. الصحيفي الإسرائيلي أمير في هذا العنوان، العنوان الرئيس، تنقل النقد اللاذع الذي وجهه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لنتنياهو على خلفية دعمه لحزب عثمة لإسرائيل. اللوبي الصهيوني اعتبر هذا الحزب اليميني المتطرف حزبا عنصريا بشكل واضح بحسب معاريف. وفي المقابل بني غانتس رد على ذلك قائلا إن نقد أيباك لنتنياهو هو دليل على أنه بتخطى كل الحدود من جديد. حكينا عن تراشق الاتهامات في هاي الفترة، الظاهر رح يكون له هيك حصة الأسد في العناوين وفي الصحافي الإسرائيلي. صحيح. من معرفة أمير إلى صحيفة هارتس، وعنوان أيضا لافت: الإدارة المدنية تدمر شبكة المياه التي تستفيد منها 12 قرية فلسطينية. إذن عفاف، تقرير هارتس بالفعل يسلط الضوء على ما فعلته الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي كشفت عن أنابيب المياه وقامت بقصها. رجال الإدارة المدنية صادروا أجزاء
من هذه المواسم. التقرير الصحفي أيضاً يتحدث عن القيود القاسية جداً التي تفرضها إسرائيل على التجمعات الفلسطينية في مناطق جيم في الضفة الغربية، وأبرزها منع الارتباط بشبكة المياه القائمة. هاي قضية بحد ذاتها بيعانوا منها الفلسطينيين في هذه المناطق. إذا هيك بنعمل رصد سريع للعناوين اللي حد قريناها، على الأغلب كلها مرتبطة في المشهد الانتخابي وبالتحديد في الصحافة الإسرائيلية، حتى لما عم نحكي عن خطوات ومشاريع اللي بتقوم فيها الإدارة المدنية أو ما تسمى بالإدارة المدنية في الضفة الغربية، وبتجذب عيون وأصوات الناخبين المستوطنين في الضفة الغربية. عنوان آخر من القناة الإسرائيلية 13 هذه المرة: مندلبلت ينوي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في ملفي فساد. طبعا، وهذا العنوان أيضا يتصدر أكثر من وسيلة إعلام. القناة العبرية تكشف إذن أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبلت ينوي تقديم نتنياهو للقضاء في 2 على الأقل من بين الملفات الثلاثة المتورط بهم. القناة الإسرائيلية توقعت أن يصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قراره أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل، حول ما إذ سيخضع نتنياهو لجلسة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقضية الرشوة. إذن من الصحافة الإسرائيلية إلى الفلسطينية. إلى الفلسطينية أمير، وتحديدا جريدة الأيام وعنوان: مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل القديمة. إذن عشرات المستوطنين شاركوا في مسيرة استفزازية جابت شوارع البلدة القديمة في الخليل تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. الأمر لم ينتهي عفاف بحسب الصحيفة هنا، بل ترافق ذلك مع إغلاق كامل لهذه المناطق وإعاقة حركة المواطنين من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. وأخيرا إلى عنواننا الأخير، ونقلا عن صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن، وعنوان: قوات إسرائيلية تعتقل أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس. قوات الاحتلال، بالفعل قوات الاحتلال الإسرائيلية، نفذت حملة اعتقالات واسعة استهدفت عشرات الفلسطينيين في مدينة القدس بعد الدعوات للنفير العام نحو المسجد الأقصى المبارك قرب ساحة باب الرحمة المغلق من قبل القوات الإسرائيلية. وكان من بين المعتقلين أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة بالقدس ورئيس نادي الأسير الفلسطيني ناصر قوس بعد اقتحام منزله. إذن الآن ربما نتطرق لقسم من العناوين والتي تتعلق بالانتخابات. العناوين الأولى تحدثت عن الاجتماع الأول للقائمتين الانتخابيتين، صحيح، اللي بيضموا الأحزاب العربية الأربعة. هذا اللقاء تم بمبادرة من رئيس لجنة المتابعة لقضايا الجمهور العربية السيد محمد بركي، الذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير. يعني ما قبل ما نحكي أستاذ بركي عن ربما مخرجات هذا الاجتماع، عن طبيعة هذه الدعوة، خلينا نحكي عن دور لجنة المتابعة في جسر أي هو بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية. لا، لجنة المتابعة ليس لها دورا انتخابيا، لأنه ما في إجماع في مراكبات لجنة المتابعة حول المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات. لكن لجنة المتابعة هي الإطار الوحدة والذي يحرص على وحدة العمل في كل مجال من مجالات الحياة، بما في ذلك أن يكون هنالك أجواء إيجابية وأجواء وطنية ومسؤولية سياسية عالية، وخاصة أننا مقبلون على تنافس انتخابي اللي هو بحد ذاته أمر صحي إذا لم ينزلق إلى منزلقات غير موضوعية. فالهدف من اللقاء هو كان كذلك، وحقيقة أنني وجدت الإخوة الذين شاركوا في هذا الاجتماع، المحامي أيمن عودي والدكتور أحمد طيبي والدكتور منصور عباس والدكتور بطانس الشحادي طبعا، وكان معي في المبادرة الأخ مضر يونس رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية. وجدتهم جميعا مدركون لأهمية أن البث أجواء إيجابية، وخاصة على خلفية خيبة الأمل من انفضاض أو من انقسام القائمة المشتركة. فوجود قائمتين يعني هو يعني الحل الأمثل في غياب القائمة المشتركة، بما وأن يكون هنالك تعاون بين القائمتين على الأقل في كل ما يتعلق في إضفاء أجواء من التنافس الإيجابي. أمس اتفق، يعني كان هنالك الاجتماع جرى بروح ودية مسؤولية، كان صراحة أيضا،
واتفقنا أن يكون هنالك لقاءات دورية كل مدة ومدة، يعني نقعد ونشوف نقيم الأمور من أجل، خاصة يمكن أنتم بتلاحظوا لابد والمجتمع كله بيلاحظ أنه في بعض الناس اللي لا تتمتع بمسؤولية عالية التي يعني بتحاول توتر الأجواء على صفحات التواصل الاجتماعي. أكثر من ذلك أقول أنه يخيل إلي أو عندي انطباع أن هنالك صفحات مشبوهة من أيادي غريبة من خارج مجتمعنا تحاول أن تبث الفتنة بلغة عربية لكن بنفوس صهيونية، بنفس صهيونية، وهذا أمر يجب الحذر منه. نحن لسنا اللاعبين الوحيدين على ساحتنا، إنما هنالك مؤسسة وسلطة وحكومة يمينية متطرفة تحاول أن تفتت المجتمع وأن تستفيد من حالة التشظي أو التشرذم. فهذه أمور كلها طرحت بهم بروح طيبة يعني، وأنا فعلا راضي عن هذا اللقاء وأمل أن يكون له ما بعده من خلال الله. وكان مهم التنويه من حضرتك على هذا الموضوع، يعني كل موضوع الشبكات الاجتماعية تحديدا في هاي الفترة. سيد بركي، مثل ما تفضلت يعني قمتم بهذه المبادرة ودعيتم رؤساء الأحزاب الأربعة أيضا بحضور السيد مضر يونس، وجرى الحديث عن توقيع اتفاق فائض الأصوات، يعني هل من جديد في هذا الموضوع تحديدا؟ ما هي مخرجات اللقاء في هذه النقطة؟ يعني أولا توقيع فائض الأصوات له مسار قانوني وتوقيت معين، يعني هو مش بيقدرش يكون لا اليوم ولا بكرة، إنما بعد المصادقة على القوائم تعطى فرصة لتوقيع فائض الأصوات بين مختلف القوائم. وأنا أعتقد أنه هذا أمر يعني ما في حاجة لنقاش، وإنما هذا أمر متفق عليه، يعني مع مين بدي يعمل هاي القائمة، مع مين بدي تعمل غير مع القائمة الثانية فائض أصوات. لكن نحن حقيقة لم نتوقف، يعني حكينا في هذا الموضوع أو حكوا الإخوان في هذا الموضوع وقالوا في وقته سيكون يعني خطوات عملية. لكن أنا يعني أصارحكم أنه أنا والأخ مضر جئنا فقط على خلفية تساؤلات اللي موجودة في مجتمعنا في عقاب انقضاض القائمة المشتركة وانقسامها إلى شطرين. في غضب، في خيبة أمل، من حق كل قائمة أن تطرح، من حق ومن واجب كل قائمة أن تطرح للجمهور روايتها حول حقيقة ما حصل. بعد ذلك يجب الانطلاق إلى المنافسة حقيقية، منافسة سياسية خالية من الغرائز ومن الضغائن ومن الكلام لا حاجة له. نعم سيد بركي، في الختام يعني لابد وأنه يتم السؤال عن شكل العمل البرلماني، إذا في عندك رؤية لكيف ممكن يكون بعد ما انقسمت القائمة المشتركة إلى قائمتين، هل في شكل معين ممكن يتحول إلى العمل البرلماني العربي بالتحديد في الكنيسة الإسرائيلية؟ أنتم تعلمون أنني كنت في الكنيسة سنوات طويلة قبل إقامة القائمة المشتركة، وكنا آنذاك ثلاث قوائم، وكان هنالك تنسيق وعمل مشترك، يعني في قضايا مركزية كان هنالك تشاور. في على فكرة غالبية القضايا لا حاجة للتشاور فيها، بالغريزة نحن نتصوت زي بعض. صحيح. أما خذ مثلا، أنا أذكر لما كان خطة الانفصال في غزة كان موضوع في غاية الخطورة، وكان هنالك تنسيق بين الكتل التي تمثل المجتمع الفلسطيني في الداخل. ولذلك أنا لست يعني قلقا بهذا الشأن، أنه بعد الانتخابات سيكون هنالك تعاون، وأنا أتمنى فعلا أن يكون هذا التعاون أعمق مما يمكن أن يتصوره البعض الآن، بمفهوم أن يكون هنالك جهاز مشترك لتسيير العمل البرلماني بشكل مشترك. أنا هذا الموضوع لا يقلقني كثيرا بعد الانتخابات، لكن أريد أن تمر الانتخابات بالحد الأدنى أو بدون خسائر في النفس الجمعية للمجتمع العربي، لا تترك ندوب ولا جروح ولا، إنما يكون تنافس طبعا، وهذا شيء جامد حتى. نعم. يعطيكم العافية وشكرا على مداخلتك معنا في هذا الصباح سيد محمد بركي، رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية، وإحنا طبعا رح نتابع كل جديد في هذه المحاور في المستقبل القريب جدا والأيام القريبة أمير. وعلى أمل أن تكون هذه الاجتماعات أو مثل هذه الاجتماعات قائمة دائما، مش بس صحيح. مش بس في هذه الفترات، وإنما أيضا ما بعد الانتخابات وأيضا ما قبل الانتخابات، أنه يستمر التواصل هذا بشكل مباشر ما بين جميع الأحزاب السياسية العربية، مثل ما بيصير كمان في المشهد السياسي طبعا الإسرائيلي والخارطة السياسية الإسرائيلية.
إذن في هاي الأوقات ما بنقدر ننهي الحديث عن موضوع الانتخابات بس لحديت هون، رح نتناول محاور أكثر. إحنا في بداية أسبوع ما بعد أيام كانت بالفعل عاصفة جدا، ومثل ما وصف سيد محمد بركي بالتحديد على وسائل التواصل الاجتماعي في كل ما يخص انقسام وانشقاق القائمة المشتركة بالتحديد، وكان يمكن أمر مفاجئ بعض الشيء للكثير من الناشطين، للكثير من الناس، من الشارع العربي بالفعل في الداخل. إذن للحديث أكثر في نقاط مختلفة في هذا الموضوع، بنصبح بالخير على الناشط السياسي والاجتماعي السيد إبراهيم بوشناق. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم ولجميع المشاهدين. أهلا. يعني سؤالي الأول إليك، يمكن بعد كل هالميمعة هاي اللي صارت في اليومين اللي مرقوا، بعد الإعلان عن قائمتين وانشقاق القائمة المشتركة، هل في سبب لهاي الميمعة ولا النتائج على أرض الواقع وميدانيا ومن ناحية عمل برلمان راح تكون نفس الشيء؟ ومثل ما قال سيد محمد بركي، القضايا الكبيرة كان في عليها نفس الرأي، ما فيش حاجة حتى لجلسات توطيد علاقات لحتى صحيح. يكون في رأي مشترك وقرار مشترك صحيح. فيها أعتقد انقسام المشترك إلى قائمتين يعود بالأساس إلى الإيجو في الأحزاب، وتحدثنا عن هذا في السابق. أعتقد أنه ما في فعلا قضايا مفصلية جوهرية تفصل هذه الأحزاب عن بعضها، ولكن بالتالي يعني هناك خيبة أمل من هذا الموضوع عند الجمهور العربي وعند المؤيدين والداعمين لهذه الأحزاب. أنا شخصيا ما شفت فيه فعلا يعني سبب هام، سبب خلينا نقول أيديولوجي عقائدي ما يخلي هاي القوائم أو الأحزاب تتوحد مع بعض، وإنما كان في حرب وصراع على الأماكن وعلى رئاسة القائمة. وتعتا نكون شوي يعني واقعيين، إنه طالما كنا نطالب برئاسة القائمة والآخر ما بنخذها، كنا نطالب برقم 2, 5, 7, 10، يعني بالتالي الجمهور عنده إحباط بسبب إنه التنافس و الصراع بين القوائم وبين الأحزاب هو على الأماكن وعلى المحاصصة. أستاذ إبراهيم، إنه المحاصصة هي كلمة تداولوها كثيرا، نعم، بالتحديد في الأيام الأخيرة، بس توافقني إنه هذا المشهد اللي أنا حاليا عم بحكي عنه هو مشهد قائم ودائما في الأحزاب الإسرائيلية، دائما في هذا الفك والربط، دائما في هذا هات نقول اتفاق، حتى التحالفات تثير الغرابة مرات. نعم، ولكن ما يجمعنا أكثر من ما يجمع الأحزاب الأخرى. يعني قضايانا تختلف كليا عن قضايا المجتمع الإسرائيلي عامة. يعني هناك قانون يتداول حسب بكل حديث عند الساسة العرب في الداخل، قانون قومي. حتى الأحزاب اليهودية التي تتصارع على رئاسة الحكومة تقول إنها يعني تريد أن تغير بعض الشيء، لأنه فيه طبعا غبن وإجحاف، ومش عشان العرب تحديدا، عشان الفلسطيني بالداخل، لأنه فيه ضغط من قبل صحيح. الإخوان المعروفين الدروز، كان فيه ضغط على الأحزاب إنه يجب تغيير هذا القانون. ولكن يعني أنا بقول طالما إحنا مش مختلفين على قضايا جوهرية، طالما إنه متفقين كما تفضل الأخ محمد بركي، وطبعا أنا واكبت سنوات طويلة في الكنيسة، يعني ما مش مختلفين على قضايا جوهرية، إذن علاش مختلفين؟ إذن يعني هذا الصراع بين الأحزاب الإسرائيلية، بين يمين اقتصادي أو يسار اقتصادي، بين يمين سياسي ويسار سياسي، نحن لا يوجد لنا لا يسار ولا يمين، قضايانا المصيرية، قضايانا الحياتية اليومية تهم الجميع، وبإمكان التجمع أو الإسلامية أو الجبهة أو أي حزب عربي للتغيير أو أي حزب آخر أنه يمثلنا كجمهور عربي، طالما يعمل فعلا من خلال البرلمان لإحقاق حقنا أو للحصول على ما يجب أن نحصل عليه، ومن أجل منع تشريعات ضدنا ومن أجل تشريعات لصالحنا. طيب. يعني طالما إحنا مش مختلفين على هذا الإشي، وافق على إيش أستاذ إبراهيم؟ طب حاليا هذا هو الوضع القائم، نعم. إحنا يعني مقبلين على هاي المرحلة اللي فيها قائمتين من يعني السياسيين والقيادة العربية، كيف بتقرأ تحديات هاي المرحلة بداية في ظل نزول قائمتين، وثانيا نربط الموضوع أيضا مع استطلاعات الرأي العام في القنوات الإسرائيلية، وبالذات في نهاية الأسبوع عم بيكون في تأكيد إنه يعني تحالف غانتس ولابيد راح يكون أقوى، وأيضا من حيث المقاعد في الكنيسة عم بفوق اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو. نعم، أنا قلتها وما أزال أقولها، يعني على الرغم من التراشق بالألسن، وعلى الرغم من عدم الرضا، وعلى الرغم من قد يكون الإحباط قد يكون الإحباط
عند بعض الداعمين لهذه القوائم ولهذه الأحزاب يجب علينا فعلا أن نخرج ونصوت لهاتين القائمتين لسبب، من أجل إيصال أكبر عدد ممكن من النواب العرب إلى الكنيسة. وما تفضلت به طبعا يعني مش غايب عن الكل، بالعكس يعني كل يوم يتجدد فعلا شيء جديد، وبدخل نتنياهو وحكومته واليمين المتطرف واليمين الإسرائيلي إلى خندق فعلا وإلى ضغط سياسي كبير جدا، بسبب أنه غانس ولابيد حزب الأبيض الأزرق، الأزرق الأبيض يعني الحزب الجديد، التحالف الجديد، التحالف الجديد يعني أدخل فعلا اليمين إلى إرباك، وبالتالي نحن نرى أنه قد يكون فعلا فرصة لتغيير هذه الحكومة اليمينية، وبالتالي قد يكون فعلا للقوائم العربية والأحزاب العربية دور بكونهم جسم مانع. قد يكون ممكن الحزب الجديد يقول لا ما بدي العرب يعني كما كان في السابق، ولكن قد يكون فعلا هناك بارقة أمل أنه هذا الحزب الجديد فعلا يتطلع إلى حلول سياسية. نعم. كما قال البعض منهم يعني غانس رئيس الحزب لغاية اليوم تهرب من إعطاء أي جواب صريح عن هذا الموضوع، وخاصة حل الدولتين والحل السياسي، ولكن يعني هناك أصوات في داخل هذه الأحزاب وفي ناس يساريين ما يسمى يسار في هذه في هذه في هذه القائمة الجديدة، يعني قد يكون فعلا بارقة أمل من أجل تغيير الأحوال السياسية في إسرائيل والعمل على حل القضية الفلسطينية. هذا أمل، ولكن حتى يعني يكون في تغيير أو تغير في الخارطة السياسية الإسرائيلية ما بعد الانتخابات، سؤالي هو أنه اليوم أو لحد اليوم تم استخدام العرب والمجتمع العربي في الداخل كرافعة ربما لكثير من تيارات اليمين وأحزاب اليمين، على رأسهم نتنياهو وكل خطاباته في الأيام الأخيرة. هل سيرتفع الدوز، خليني أقول لك، والوتيري تبعت استعمال العرب كرافعة وكمستقطب وعامل محدد لرفع نسبة التصويت اليمين؟ نعم، نتنياهو عبر كل سنوات حكمه عادة دائما كان يخوف المجتمع الإسرائيلي اليهودي أنه في بعبع خافوا منه، يوم إيران، يوم حزب الله، يوم حماس. وبالانتخابات الأخيرة الماضية قال أنه العرب يهرولون إلى الصناديق بالبساط، وبالتالي فعلا هذا تحريض أرعن على المجتمع العربي، وأعطى اليمين المتخوف من أنه فعلا العرب يكونوا جزء من الحكومة المستقبلية، وبالتالي خرج اليمين وصوت، وخاصة اليمين المتطرف والمستوطنين، وصوت لصالح نتنياهو. يعني هذا بقول أنه إحنا رح نتوقع من نتنياهو بعد نعم أكثر. هو قالها أصلا، هو قالها، قال أنه أنتوا يعني لمين بدكم تصوتوا، بخاطب المجتمع الإسرائيلي اليهودي، لمين بدكم تعطوا أصواتكم، للابيد وغانس اللي بدهن يركنوا على الإسلاميين والأحزاب التي تدعم الإرهاب عن التجمع والأحزاب وأحمد الطيبي وأحزاب أخرى، وبالتالي يجب أن يكون رافعة أيضا للمجتمع العربي. طالما نتنياهو يحرض علنا على المجتمع العربي، يجب أن يكون فعلا محفز للمجتمع العربي بإيصال أكبر عدد ممكن من النواب العرب والخروج كما قال يهرولون. تعال نهرول وتعال نطلع نصوت فعلا، نعطي أصوات أكثر للقوائم، للقائمتين اللي بخوضوا الانتخابات، ونعطي أكبر عدد ممكن على الرغم من الإحباط من عدم الوحدة، وبالتالي الخوض بقائمتين. طب أستاذ إبراهيم، بما أنه عم نحكي أو عم يعني نتحدث بشكل شفاف عن الإحباط الموجود في المجتمع العربي، كيف بتقرأ اليوم صوت الناخب العربي؟ لأنه في فئة اللي هي بسبب الإحباط اللي حضرتك ذكرته بتقول أنا شايف الحل الأفضل أن أقاطع الانتخابات، وفي فئة اللي بتقول لا على العكس أنا بدي أمارس هذا الحق الديمقراطي وأأثر على يعني تمثيلنا في الكنيسة الإسرائيلية. أنا أتمنى أنه إحنا فعلا نحكي بلغة العقل وليس العاطفة. يعني السياسة هي لغة التخاطب مع الممكن، لغة التخاطب مع الواقع، ومقاطعة الانتخابات هي حق وموقف، ولكن هل بالظروف الحالية السياسية العامة الموجودة في إسرائيل وفي المنطقة، هل فعلا مقاطعة الانتخابات موقف صحيح أو موقف خاطئ؟ وبالتالي يعني لو تخيل أنه مثلا ممكن فعلا تتركب حكومة يمين وكان ناقص مقعد واحد للنواب العرب، وبالتالي كان ممكن نمنع وصول الحكومة اليمينية لسد الحكومة، وبالآخر شو بقولوا يعني نوكل إيدينا ندانا. أعتقد أنه يعني في مثل دائما كان يقول أبوي بجبر المكسورة، قال له أبوي بجبرها قبل ما تنكسر، فإحنا
تعالوا تنكون فعلا قد تكون يعني أنا ما مش ضد اللي بقول أنا بدي أقاطع لأنه طبعا هذا رأيه يجب أن نحترمه، ولكن بظل السياسة الحالية الموجودة وبظل السياسات اليمينية المتطرفة والتشريعات التي كانت في الكنيسة الأخيرة وفي الدورة الأخيرة من الكنيسة، كان في هناك قوانين جدا مجحفة بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وبالتالي هناك فرصة على الرغم يعني أنا واحد من اللي فعلا كان كنت وعملت وكتبت وحاولت أنه تكون فعلا قائمة مشتركة من أجل إيصال أكبر عدد ممكن، ولكن يعني ارتأوا الإخوان في الأحزاب أنه لا ممكن قائمتين، والأسباب طبعا يعني أنا بقرأ صفحات التواصل الاجتماعي وبشوف فعلا التلاسن مع قيادة الأحزاب تبعتهم، يعني إن كان في الجبهة وإن كان في العربية للتغيير وإن كان في الأحزاب الأخرى، انه ليش هيك عملته؟ وبالتالي في استياء، يعني في استياء يعني انا امبارح بالليل كنت اطلع على ردود الافعال عند المشجعين والمؤيدين للقوائم، يعني يندى له الجبين من حديثهم وتوجههم لرؤساء القوائم والاحزاب، ولكن على الرغم من كل هذا الاستياء يجب ان نتخاطب بلغه العقل وليس بلغه البطن ولغه العاطفه، يعني اليوم احنا يجب ان نقرا الصوره صحيح ويجب ان نقرر هل فعلا بدنا نكون شريكين باحداث التغيير من أجل مصلحة جماهيرنا، ولا إنه أنا أقول لا أنا مقاطع وخليها بتعرف يعني عليه وعلى أعدائي. هات نتحدث عملي شوي، أوكي؟ هذا الخطاب تبع إنه هات نغير، هات بالفعل نتحدث بلغة الممكن، هات ما نسمح لليمين الإسرائيلي إنه يكون في عنده قوة أكبر حتى لو بمقعد إضافي وبمسألة تشكيل الحكومة كمان. إحنا دائما بنخاطب فيه الناس، هذا مش خطاب جديد. صحيح. هل اليوم القيادة الوطنية وقياداتنا العربية ستأتي بخطاب جديد تخلي الناخب يطلع من بيته ويصوت؟ أعتقد نعم نعم، يعني هناك شو هو؟ تخيل استماتة نتنياهو، حتى الأيباك في أمريكا صرحوا تصريحات جدا يعني بحق نتنياهو أنه شو قاعد تعمل، يعني نتنياهو بيدخل رجالات كهانة وأتباع كهانة إلى الكنيسة. طبعا نحن نتذكر بالايام المقبله خلال يومين راح تكون الذكرى 25 لباروخ جولدشتين حينما ذبح، كلمه ذبح يمكن حتى قليله، المصلين في الحرم الابراهيمي، وبالتالي هؤلاء اتباع كهانه سيدخلون الكنيسه، فيجب فعلا محاوله منع اي تسلط او سلطه يمينيه في هذه الدوله على الاقل اذا كان في لنا امكانيه فعلا نغير. وبالتالي يعني أنا أقول للجمهور العربي إنه إذا فعلا إحنا شو بدنا؟ هل فعلا بدنا الناكف ولا هل فعلا نتعامل بالسياسي؟ نتعامل بالسياسي يعني في عنا واقع ويجب أن نتعامل مع هذا الواقع. الجديد في الخطاب أعتقد في خطاب الأحزاب، يعني أنا مش مستشار الأحزاب ولكن الجديد في الخطاب يجب أن يكون فعلا إنه هذه الانتخابات مصيرية، يعني السلطة الوطنية الفلسطينية وحرمان السلطة من الـ يعني المصاري اللي بتطلع لها حقها، يعني مش إسرائيل ما هي عاملة للسلطة إنه معروف والله معطيتها لا مصاري، لكن هذه يعني تجبى من الضرائب نتيجة البضائع التي تدخل إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تحصل يعني تتمسك بهذه الأموال. يعني هناك إجحاف بحق المواطن العرب، هناك تجني على الإخوان في مناطق السلطة الفلسطينية، الاحتلال يعني يشرعنون الاحتلال، يعني يشرعنون سرقة الأرض، يشرعنون قتل الأبرياء، وبالتالي لنا دور فعلا يكون موقفنا فعلا عقلاني بحيث أنه نحد على الأقل نحاول من وصول اليمين واليمين المتطرف المتمثل بأتباع كهنة إلى الكنيسة. فبالتالي يعني كل الأحزاب في إسرائيل حتى ليبرمان انتقد استماتة نتنياهو من أجل إعادة أتباع كهنة إلى الكنيسة. فهل يعقل فعلا أنه إحنا شو بقول مثل العربي نخل الميدان لحميدان؟ لا، أنا بتخيل يعني اليوم يعني إحنا بنحكي بأمثال الشعبية فعلا، لأنه مجتمعنا مجتمع يعني بسيط بتفكيره وأدائه، مش طبعا مش ساذج ولكن بسيط، يعني بقول لك لحظة شوي، يعني الأحزاب شو بدها تعطيني؟ الأحزاب شو بدها تحصل لي؟ صحيح. هذا الخطاب اللي أنا يعني إحنا كمواطنين بدنا نسمعه، إنه إيش فعلا اليوم الجديد؟ وأعتقد إنه الجديد هو تحصيل محصلات للجمهور العربي والمجتمع العربي في الداخل، دعم أي تحرك سياسي من أجل حل القضية الفلسطينية، إعطاء يعني العمل على تشريعات تخص المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، ومنع تشريعات فعلا تكون ضد هذا المجتمع، وبالتالي دعم العملية السلمية
ودعم ما يجري في المنطقة. لنا دور فعلا، للأحزاب دور، وهذا الخطاب الذي يعني الناس بتقول لك يمكن برضو في تهمة حسب الإعلام الإسرائيلي أن أعضاء الكنيسة العرب ملتهين بالقضية الفلسطينية. لا يا عمي، تعال نطلع على القوانين التي سنها الأعضاء والنواب العرب، أعتقد أنها تفوق بالكثير من أعضاء ونواب اليهود، وبالتالي يجب فعلا محاسبة هؤلاء على أدائهم. يعني إذا بدنا نتهم سهل أنك تتهم، ولكن إذا نطلع فعلا على القوانين اللي سنت من خلال وجود النواب العرب في الكنيسة في الكثير من المحصلات. يعني طبعا أنا بقول طالما إحنا أقلية وطالما في حكومة يمين وأكثرية، صعبتنا يعني تعطي قانون اللي مثلا يجي يقول والله بدنا نعمل عملية سلمية بكرة وننسحب من الضفة والقطاع. يعني ولكن بالتالي هناك ضرورة هامة جدا لإيصال أكبر عدد ممكن من النواب العرب، وبالتالي على الأحزاب والقوائم فعلا شرح هذا الموضوع وأهمية النقطة في هذا، في هذه الانتخابات النقطة الهامة. يعني ليش إحنا لازم نطلع نصوت فعلا وندخل أكبر عدد ممكن من النواب العرب الكنيسة. شكرا جزيلا الناشط السياسي والاجتماعي إبراهيم بوشناق على مرافقتنا في هذا الملف اللي راح يرافقنا برضو لكل الفترة الجاية. شكرا جزيلا، نهارك سعيد. شكرا إبراهيم، سعد صباحك. طيب إحنا هيك من قضايانا السياسية والاجتماعية إلى عاصمتنا الأبدية القدس اللي هي جزء أساسي من قضيتنا. وين أكثر منطقة بالقدس بتحب تزوريها عفاف؟ بحب أزور طبعا المقدسات المسيحية الإسلامية، كنيسة القيامة، الأقصى المبارك، بس طبعا بنوصلهن مرورا بالبلدي القديمة. بالفعل البلدي القديمة ساحرة، والمشاهد المشهدية تقول الرائعة في هاي البلدي القديمة يمكن منشوفها كزوار، ولكن واقعيا وحياتيا في كثير تركيبة في هاي المشهد. صحيح. في معاناة وحدها في أمل. حول هاي التركيبة خلينا نشوف هذا التقرير. أنا أحط جار سوق العطارين في مدينة القدس، سمي زين إدريس طبعا. أنا صار لي هون في مدينة يعني تاجر 32 سنة. طبعا أبوي كان من قبلي قعد يمكن 40 سنة 50 سنة. هذا سوق قديم جدا جدا يعني. اسمه هذا سوق الخواجات لأنه كانوا من زمان كانوا يبيعوا فيه أشياء يعني بتخص الخواجات والسياحة والأمور زي هاي. في عنا سوق العطارين لأنه كان في كل المحلات فيه تشتغل في العطارة وسموها سوق العطارين. في عنا سوق اللي بجانبه سوق اللحامين لأنه الناس كانت تشتغل فيه طبعا باللحوم بالخضار والأمور زي هذه. فكل واحد حسب كيف المحلات كانت تشتغل فكان اسمه على حسب الشغل اللي فيه. بناء قديم جدا جدا يعني من مئات السنين، وبتورثوا الأجيال جيل عن جيل جيل عن جيل. الأب بروح بيجي الابن بيجي الابن الابن وهكذا يعني، شايف كيف؟ واحد بيسلم على الثاني. لكن الايام هذه صحيح اللي بروح الكبير بيجيش ابنه بداله، لانه وضع انه بده يجي يقعد لكن يشتغل طول النهار ما يبيعش ب 100 شيكل ولا فينا حسيت استفتاح بيستفتحوش. الوضع الاقتصادي ما هو مربوط بالوضع السياسي، معروف هذا الكلام. اما الوضع الاقتصادي هوني صحيح في السنوات السابقه جدا يعني كان الوضع كويس والكل يشتغل، محلات فاتحه، تجار بيشتغلوا، الناس تيجوا عسواق وكثره. طبعا بلش السوق يضعف من يوم ما وضعوا الجدار حول مدينه القدس بشكل ملفت للنظر وبشكل رسمي، ضعف جدا جدا وصار في انحدار في عمليه الوضع الاقتصادي، وما زال الوضع الاقتصادي سيء جدا في الاسواق عندنا هون. والوضع الامني يعني هذا بياثر كثير على الناس انهم يجوا على الاسواق ويدخلوا الاسواق، حتى انه مثلا منطقه مثلا باب العمود اللي هو المدخل الرئيسي للاسواق تعرف الجنود الاحتلال والوضع هون فبيمنعوا الناس او مثلا اعمالهم هناك بتخلي الناس تخاف تنزل على الاسواق. اصلاً ضلوا الناس صامدين هون ولكن بده يصمد. يعني انا بالنسبه لي يمكن اصمد سنه سنتين ثلاثه خمسه وبعديها زي انا مثلا اللي صار لي زمان وفيش رأي شغل كنت اضل قاعد اصمد. اما كان واحد شاب جديد يجي يشتغل يعني يبني مستقبل له يتجوز من وراء شغله يبني بيت صعب جداً.
المدينة التي نهوى. صحيح، والقدس الجميلة والساحرة وعاصمتنا الأبدية يا جماعة، شو بدنا نقول أكثر من هيك؟ طيب، بعد الصحافة والأخبار والسياسة والانتخابات، الأخبار المتفرقة، يلا شو بتعرف، بما أنه إحنا فتنا مع أستاذ إبراهيم بجو الأمثال الشعبية، شو بتعرف مثل شعبي عن أكل البصل وعن أكل الثوم؟ مثل شعبي بعرفش، وبعرفش أمثال شعبية مطلقاً، بس طيب عندي مقولة في هذا الموضوع عفاف. يعني أنا بتفاجئ من الناس مثلاً اللي بيقول لك إنه لا بأكلش ثوم وبصل لأنه مش عارف ممكن اللي حوالي يحسوا مش لطيف أو هيك. جماعة لا، أنا يعني حوالي لما بأكله ثوم وبصل أحس أنه كتير عادي، هاي روائح طبيعية والله. روائح طبيعية بالنسبة للبعض لا، بس أنا عندي خيبة أمل لأنه في مثلاً كتير مش بقول كل بصل وانسى اللي حصل، وكل ثوم وانسى الهموم. بس هاي الدراسة بتقول لك إذا بتاكل بصل وثوم أنت بتحد بشكل كبير من ثاني أكثر سرطان منتشر تحديدا في أوروبا. تعال نسمع شو هاي الدراسة أكثر تفاصيل بتقول. استخلصت هاي الدراسة اللي أجراها باحثون إنه الإكثار من تناول خضروات وثوم وبصل يا أمير بيساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. الباحثين نفسهم الباحثين اللي بالفعل عملوا هاي الدراسة راقبوا للوصول إلى نتائج من هذا النوع 833 مريض بسرطان القولون والمستقيم من الرجال والنساء، وقارنوا عاداتنا الغذائية مع كمان 833 شخص ما بيعانوا من هذا المرض. وشو لقوا كمان الباحثين نفسهم أمير اللي عملوا هاي الدراسة؟ إنه احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79% لدى البالغين اللي تناولوا فعلا كميات كبيرة من الثوم والبصل مقارنة مع اللي استهلكوها بكميات قليلة. يعني تخافوش من الريحة، لأنه يعني عائدة الثوم والبصل على الصحة الظاهر بحسب هاي الدراسة كتير منيحة. وتعال تذكر المشاهدين إنه إحنا مقبلين على شهر مارس أذار، وهو شهر التوعية لسرطان القولون، وإحنا بصباحنا غير محضرين كتير أمور عن هذا الموضوع. وإحنا على سيرة يعني سيئة السيرة بس إنه على سيرة السرطان أيضا وتعامل المجتمع معه، رح نتطرق له في قطاع غزة. صحيح. في تقرير ونافذة أخرى في حلقة اليوم وعدد اليوم من صباحنا غير. طيب، إذا عم نحكي على شغلات صحية، إذا فتنا أوريدي على الصحة، هات نحكي عن تناول الحبوب الكاملة اللي بحسب دراسة برضو بيساهم في الوقاية من سرطان الكبد بشكل خاص. دراسة أمريكية حديثة قالت إنه اتباع نظام غذائي بيركز بشكل كبير على تناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة بيساهم في تقليل خطر الإصابة إذن بسرطان الكبد، بالإضافة لما أظهرته الدراسات السابقة من فوائد عائدة من تناول الحبوب الكاملة في تقليل خطر الإصابة من السكري أيضا. طبعا الإشي كتير مرتبط بنهج الحياة الصحي والسليم اللي كمان ضيوفنا المختصين دائما بيشددوا عليه، بس تحديدا هالدراسة اللي عم تحكي عنها أمير كمان اعتمدت على تحليل بيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة على مدى 24 عام تقريبا. يمكن هذا الإشي بيزيد من مصداقية هاي الدراسة، وأظهرت أنه تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة خلت يكون في تراجع لاحتمالات الإصابة بسرطان الكبد بواقع نحو 40% مقارنة مع أشخاص أو مع فئات اللي ما تناولوا هاي الكميات بهاي يعني بهذا القدر. بفكر إنه مثل هاي الدراسات والأبحاث بنقدر نعتمد عليها، لأنه عن جد مش كتير عم بتجدد لنا، هي بس عم بتقولنا واظبوا على هاي الأمور، الخضروات، البصل. صحيح. الثوم، الحبوب الكامل، هذا كمان جزء من مطبخنا الفلسطيني. هاد هو هاد نرجع شوي. صح. يعني مش بس كمان كنتبع وكأنه نظام غذائي جديد، لا مش نظام غذائي جديد، هذا إحنا، هذا مجتمعنا، إحنا مجتمع فلاح، إحنا مجتمع جاي من الأرض كل حياته كان يأكل الحبوب والبقوليات وما إلى ذلك. وصدقوني صدقوني كواحد كان 6 سنين نباتي بس بيأكل هاي المواد الغذائية، رائع، والجسم بحس مختلف والجسم بتنفس بشكل مختلف أيضا عفاف. أنا شخصيا مصدقتك عن جد، لأنه يعني بسمعنا كتير كمان دايما بدردشاتنا الجانبية مع الأطباء والمختصين ضيوفنا اللي بيشددوا على هذا الموضوع. يا أمير، عنوان
لافت شوي بخوف انه نرجع نحكي على وقت اللي فيه فيروس الانفلونزا بحصد ارواح. هذا إشي بقلق. تعالوا نسمع تفاصيل اكثر. فيروس الانفلونزا يحصد ارواح اكثر من 2000 شخص في فرنسا، بحيث اعلنت وزاره الصحه الفرنسيه يوم الاربعاء الماضي وفاه 2800 شخص خلال اخر اسبوعين، وذلك جراء انتشار وباء الانفلونزا خلال فصل الشتاء. وبحسب هذا البيان الصادر عن وزارة الصحة الفرنسية عفاف، فقد شهد الأسبوعان الماضيان مراجعة 25,000 شخص لأقسام الطوارئ بالمستشفيات جراء إصابتهم بالإنفلونزا، و 4,000 شخص و 370 شخص أيضا منهم تم حجزهم بالمستشفيات. وأوضح البيان كمان أمير أن اللقاح المضاد للفيروس أو التطعيم زي ما إحنا يمكن أكثر بنستعمل هذا المصطلح، كان له تأثير فعال عند 21% فقط من اللي تناولوا. يعني حتى التطعيم أو اللقاح مش يعني ما قدرش أنه يحد من الإصابة بالوباء أو أنه يصير فيه مضاعفات عند الشخص المصاب. مثير الاهتمام يعني أنه فرنسا بشكل عام هي بلد اللي هات نقول دائما فيها برد، دائما فيها طقس من هذا النوع. بفكرش هاي السنة كان يعني طقس متطرف أكثر من أي سنة سابقة، ولكن مثير بالفعل للاهتمام كل هذا الموضوع، وليش تم حصد أرواح هاي الكمية من الناس. صحيح. نحكي عن 2800 شخص جماعة. طيب من عالم الصحة خلينا نروح على الفن. مع الفن بلشنا هاي الحلقة وهذا العدد من صباحنا غير. معرض لفان جوخ يتيح عيش لوحاته كأنها حقيقية. يمنح معرض فني في باريس أيضا الفرصة لرواده الانغماس في الفضاءات اللونية لفن فان جوخ كما لم يحدث من قبل، حيث تعرض إحدى القاعات نسخا رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان جوخ، وعند التنقل بين المراحل المختلفة يترقرق الماء عبر الضوء بينما تتساقط قطرات المطر في العرض البصري المصحوب بمقطع موسيقي ثري. ما أحلى شعر عن جد، شعر يا أمير، شعر. بس تخيل الحالي أو هيك المشهد أنك أنت تكون موجود بهيك معرض. بحب انه بالبلاد يكون في هيك شيء. بتتذكري بالفتره الاخيره خصوصا الصفحات اللي تعنى بالامور الفنيه والفنون الجميله بشكل عام كثير كانوا يعملوا على لوحات فان جوخ صور متحركه اللي بتغير فيها الالوان، وكانه الشخصيات ايضا المرسومه واللي تخيلها يمكن، او حتى البورتريهات اللي رسمها فان جوخ كانت تتحرك وكانت تاخذ ابعاد في هاي الصور اللي تم تنقلها في وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. طيب الحمار الوحشي ماله؟ في فائدة بتخطرش عبال حدا لكل فكرة الخطوط اللي موجودة على جسده. هات أسمعك تفاصيل. يلا. في مجموعة علماء قدموا أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن يعني شو سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي، وتبين يا أمير من هاي الدراسة إنه هاي الخطوط هدفها شوف سبحان الله عن جد تضليل تضليل حشرة ذباب الخيل مصاصة الدماء. واو. اللي بتتغذى على دماء هاي الفصيلة من الحيوانات وبتساهم في أنها تنقل لهم أمراض مميتة. وأشار الباحثون إلى تجارب كشفت أن ذباب الخيل يواجه صعوبة في الهبوط على جسد الحمار الوحشي بينما يهبط بسهولة على أجساد الخيول ذات اللون الواحد. مثير للاهتمام عن جد، مثير للاهتمام. انا كنت افكره بس شيء جمالي. وانا كمان بتعرف مرات عن جد بسال حالي كيف الباحثين بيلاقوا سؤال وهيك يعني بيكون في يمكن حوله علامات استفهام وبيعملوا بحث بناء عليه. يعني انت فكرت مره تتساءل ليش الحمار اللي انا خلص بقول خلقت ربنا يعني عن جد انه غريب. انا بقول لك عندي فضول دائما هيك السؤال البحث كيف ممكن يوصلوا له او كيف ممكن. هقول لك ليش. قول. لانه في دول بشكل عام تحترم نفسها أوكي، وفي عندها في ميزانياتها السنوية ميزانيات كثير كبيرة لإيش اسمه البحث العلمي. صحيح. بكل مجال مش مهم بإيش. في ناس قاعدة عم تبحث الطبيعة ذهنة. صح. الكون كيف عم بتحرك. صح. شو عم صح. بصير بالدنيا شو عم لأنجازات فعلا. يعني خطوط الحمار الوحشي كانت جديرة بأنه تبحث. طيب. يا جماعة الصين تكشف عن أول منافسة لحضاراتنا. يا ساتر. مذيعة روبوت. يا باطل.
بقول لك وكاله او بقول لك وكاله الانباء الصينيه شينخوا تعلن عن اول مذيعه اخبار تعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي في العالم لتنضم الى زملائها تنقول الذكور في الوكالة الرسمية. المذيعة الروبوت أمير تحاكي المذيعين الحقيقيين في حركاتها وأسلوب كلامها وبتبدو فعلا نابضة بالحياة، بتبقى مذيعة بتحس أنه هي مذيعة يعني دم ولحم وتفاصيل يعني هاي المذيعة الروبوتت كتير مثيرة للدهشة، مثل حركات الرموش والإيدين أمام الكاميرا. إحنا مش حابين أنه يطبق بالبلاد هذا الموضوع، نحب نضل نطل على مشاهدينا. والله شكله واصل فكرك؟ أتنقم؟ لا لا أتنقم أمير تركني من إسا؟ لا نستنى عشان بنجيبوا مذيع ومذيعة يعني روبوت. لا أنا أفكر إنه المشاهدين رح يحبوا مرة واحدة مش كل شهر هذولا بكلفوش كتير القناة اللي بيشتغلوا فيها. طيب مش راح يستغنوا عننا أنا متأكدة. ننتقل لعنوان آخر، الصورة اللي خدعت الملايين على الفيسبوك. تحت عناوين مثيرة تمكنت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من خداع ملايين المشتركين، والهدف كان زيادة نسبة التفاعل مع صفحات عبر الشبكة الاجتماعية. ولعل إحدى أشهر الخدع التي انتشرت على فيسبوك صورة يتكرر فيها وجه رجل، نفس الوجه عم بتكرر بنفس الصورة، في منشور تحت عنوان الصورة التي أخافت الملايين، ومع التعليق بكتبوا ضع رقم 2 في التعليقات وشاهد ماذا سيحدث. الهدف نرجع منشدد ومنكرر أنه كان يعني خداع مشتركي فيسبوك أو رواد فيسبوك لكتاب التعليق عشان يجروهن لأنهم يكتبوا تعليق عشان يضمنوا وصول المنشور لأكبر عدد ممكن من المستخدمين، لأنه يعني خوارزمة موقع فيسبوك بتقوم على توسيع وصول المنشور بما يتناسب مع معدل تفاعل المستخدمين سواء بالتعليقات أو بالمشاركات أو بالنقرات أو باللايكات أو بكل إشي بدك إياه موجود على فيسبوك. الخوارزمية هاي أو المعادلة تبعت فيسبوك بالفعل بتشجع أكثر على أنه يعني يتفاعلوا أكثر مع البوست. بتعرفوا أوقات منحط بوست ونقول التفاصيل في التعليق صحيح الأول صحيح. وأوقات حتى يعني إحنا هيك منحفز الناس يحطوا تعليقات على صورنا لحتى الصورة تطلع بالفيدز بشكل أكبر. إحنا بعدنا في عالم التكنولوجيا جماعة وعالم التقنيات، ورح نتناول بالتحديد مسألة التحديث الأخير في كل موضوع فيسبوك. فيسبوك عمل تحديث وبيقول هيك، إحنا رح نكسر كل الحواجز ما بين التطبيقات اللي تابعة إلنا، إن كان إنستغرام وإن كان واتساب. للي بعرفش فيسبوك بتملك هدول التنين، إنستغرام وواتساب. شو يعني؟ يعني عفاف إذا أسه أنا عم بحكي معك على فيسبوك ممكن تشوفي هاي الرسالة هتنقول في إنستغرام، فيش حواجز بيناتهم، بس رح يضلوا تطبيقات منفصلة في تلفونات. أوكي بس السؤال يعني فيسبوك هيك بتحب كتير تطور وعن جد تعمل تحديثات، السؤال هديش هذا الإشي برجع علينا بمنفعة أو بضرر؟ أنا بس سمعت هذا العنوان لا قلقت، مش صحيح. بالنسبة إلي أنا لا ما بديش مثلا أنا كمستخدمة أعطي موافقة على هيك إشي، بس بفكر بمحل معين هن بستنهوش موافقتنا يعني. صحيح، بتذكر كان في كمان جدال هيك قبل يومين على نفس الموضوع هذا ومع زميلنا العزيز مصطفى قبلاوي بنصبح عليه بالخير، وحكى إنه هاي يمكن تكون آلية بالفعل يعرفوا بالضبط تفاصيل أكثر عنا، ليفوتوا على خصوصياتنا أكثر، يعرفوا وينتا من نام وينتا من فيق. على سبيل المثال كون أول إشي نعمله بس نفيق هو منفوت على رسائل الواتساب. صحيح، هاي أدوات ممكن اليوم فيسبوك تستعملها مثل ما عم تستعمل كتير معلومات خاصة فينا وعم بتبيعها. صحيح، بدنا نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونرجع وانت. هيك إسا 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 في هاي الأثناء وبدنا نحكي كتير عن موضوع الخصوصية وإذا عن جد عم بيخترقوا خصوصيتنا تحت مسمى تحديث، وبتنضم لإلنا كمان إسا في هاي الأثناء يا أمير منى شتي مختصة التواصل لإعلام اجتماعي. يسعد صباحك معنا في صباحنا غير منى. ويسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. اهلا فيكي. يعني منى عم نتناقش انا وامير في الاستوديو واكيد هيك المشاهدين كمان صار عندنا علامات استفهام حول هذا الموضوع. تعي بدايه تعطينا اذا عندك تفاصيل اضافيه حول هاي الفكره، دمج المحادثات بين واتساب فيسبوك وماسنجر، ليش هذا التحديث؟
انتوا بديتوا اصلا بالموضوع، وامير يمكن حكى اكثر على انه كيف هذا الدمج عم بيكون. هو بدت في بدايه هذه السنه، وقالت شركه فيسبوك اللي ملكت شركه انستغرام في سنه 2012 وملكت شركه واتساب بال 2014 انهم عم يسعوا انهم يوحدوا إشي بهذه المنصات، واللي هو تحديدا الدردشه. واللي احنا بنتوقعه من هذا او نظام التراسل، واللي احنا بنتوقعه انه يضل في عنا ابلكيشن منفصل لكل واحد من هذه الثلاث تطبيقات، الا انه إشي عندهم بالخوارزميات او بحفظ البيانات للمستخدمين هو اللي يكون موحد، وهو اللي يجمع المعلومات اللي احنا بنحطها عليه عنا عن على ماسنجر، والمعلومات اللي احنا بنحطها على واتساب، والمعلومات اللي احنا بنحطها على انستغرام، ويحطوها في مكان واحد عشان يقدروا يستفيدوا منها بالماكسيمم يوز. زي ما بنعرف انه فيسبوك بيربح اكثر ربحه من فكره تمويل الاعلانات، واللي بتوصل تقريبا ل 6.2 مليار دولار. هلا اذا عملوا هذه الحركه رح تتضاعف او رح تزيد بشكل كتير كبير ارباحهم من الاعلانات اللي بيعملوها. ليه؟ لانه اذا هم بيعرفوا عنا معلومات محدده بس موجوده على فيسبوك، وبعدين دمجوا الثلاث منصات مع بعض، رح يزيد حجم المعلومات اللي بيعرفوها عنا، لانه احنا بنحكي على واتساب مع اصدقائنا باشياء مختلفه عن اللي بنحكي فيها على فيسبوك، وبنتابع على انستغرام قصص كتير مختلفه عن اللي بنتابعها على واتساب وعلى ماسنجر أو على فيسبوك. وعليها راح تزيد كمية المعلومات اللي عم بيتابعوها عنا أو بيجمعوها عنا، وهذا الإشي اللي بيساعد في اللي اليوم إحنا عم نشوفه علم الداتا أو علم البيانات، إنه يصير في عنا كمية معلومات أكبر عن هدول المستخدمين، بالتالي هذا الإشي اللي راح يساعد في توجيه الإعلانات بشكل أصح للمستخدمين، وأحياناً تغيير الآراء، لأنه بنعرف إنه مثلاً وقت في 2016 وقت الانتخابات الأمريكية كتير صار اختراق للبيانات، وصار في تغيير في المعلومات، تغيير في الآراء الانتخابية وقت الانتخابات الأمريكية. فهذا الإشي كمان ممكن إنه يغير في آراء الناس، هم بس بيفهموا المايند سيت تبعت الناس، بيقدروا يوجهوا الإعلانات للناس، وبناء عليها إما بيقنعوهم بأشياء جديدة أو ببيعوهم أشياء من اللي هم بدهم إياها. وهذا الإشي هو خطير من ناحية، وهو ممكن يكون مفيد من ناحية تانية بالنسبة للمستخدمين. هو أكيد مفيد بالنسبة للشركات، بس إذا بدنا نحكي على المستخدمين، لأنه إحنا اللي بهمنا دايما هو بالعالم التقني هو المستخدمين أكثر. هذا الإشي ممكن يكون مفيد للمستخدمين إذا بنحكي على تسهيل آلية التواصل بينهم وبين الناس التانيين، هو رح يسهل غالبا التواصل على الناس. وكمان هذا الإشي بالنسبة للشركات الكبيرة رح يساعدهم إنهم يوصلوا لجمهور أكبر من اللي هم موجودين فيه، لأنه اليوم في ناس عندها واتساب بس ما عندها ماسنجر وما عندها إنستغرام، أو أي واحدة من هدول الثلاثة عندهم إياها وما عندهم التنتين التانيين. وعليها هذا الإشي رح يزيد الجمهور أو رح يسهل وصول هذه الشركات لجمهور أكبر. بس إذا إحنا بنرجع للأساسيات، ليش هذه الشركة عم تعمل هذا الشيء؟ لأنه إذا عم نحكي من 2012، يعني لهم 7 سنين ملكين هذه الشركات، ومن 2014، فإحنا عم نحكي على إعادة هيكلية في فيسبوك، وهذا الإشي اللي إحنا عم نسمع عنه ريسنتلي، إنه كتير عم بيصير في إعادة هيكلية للأشياء اللي عم بتصير في فيسبوك. في ناس عم تترك مناصبها، وفي ناس عم تبقى فيها، وعليها هم عم بيعيدوا الهيكلية، وهذا الإشي بالتأكيد صحيح راح يأثر منا على بس في المقابل، يعني في إعادة التطبيقات، في إعادة هيكلية، وفي المقابل في يمكن قضايا وملفات جديدة عم تفتح ضد شركة مثل فيسبوك، عم بتكون في ملاحقات بشكل أكبر كمان. صحيح، وخاصة هذا الإشي من الدول الأوروبية، لأنه عندهم قانون الجي دي بي آر، ومن أمريكا، ويمكن الدول العظمى زي كندا، لأنه كتير عم بلاحقوا فيسبوك، كتير عندهم قوانين بتختص بخصوصية الأفراد، بتختص بخصوصية وبالأمن السيبراني، وهذا الإشي اللي إحنا بنتأثر فيه كأند ريزلت، بس إحنا ما بنسعله، لأنه إحنا أصلاً في الوطن العربي أو في هذه المنطقة ما عندنا القوانين اللي بتتحكم بالشركات الكبرى أو بتسائل الشركات الكبرى زي فيسبوك. وعليها إحنا بنستفيد من إيش أوروبا ومن إيش أمريكا عم تعمل مع فيسبوك. فصحيح نتيجة للضغط اللي عم بيصير على فيسبوك عشان في تسريب لمعلومات وبيانات كتير مستخدمين، اللي صارت الحادثة اللي صارت آخر إشي اللي هو تسريب 90 مليون يعني داتا عن الأشخاص المستخدمين، هذا الإشي اللي هو عم بيعمل هذه إعادة الهيكلية هو اللي رح يأثر علينا بشكل كتير كبير.
يعني منا بنقدر نقول انه المنافع الاقتصاديه وربما السياسيه تطغى على كل موضوع خصوصيه المستخدم او اراده المستخدم في هذا العالم الافتراضي. للاسف اكيد يعني في الاخر في خصوصيه للدول هم بيسعوا انهم يحافظوا عليها، بس ما بنقدر ننكر انه القوانين الاوروبيه والقوانين الامريكيه هي كمان بتسعى في هذه الخصوصيه، انه جزئيا تحافظ على خصوصيه الافراد واللي احنا ممكن نستفيد منها زي عدم تسريب المعلومات والبيانات للافراد. والهدي كانت وقت مساءله مارك زوكربيرج لاول مره واللي استمرت لفتره طويله، يعني كان ميلي بشكل اساسي المساءله عليها انه انت كيف عم بتضحي في بيانات المستخدمين، كيف عم تعطي هذه البيانات لشركات تانية وقت فضيحة كامبريدج أناليتيكا. فهذا كان هو بشكل أساسي، فهي مهمة خصوصية الأفراد، ولكن للأسف مش بمنطقتنا، بالمنطقة الأوروبية وبأمريكا إحنا بنستفيد منها كتحصيل حاصل، مش لأنه إحنا بنسعى لها. للأسف الشديد هذا الإشي أكيد رح يأثر على خصوصية الناس. هلأ الإشي اللطيف إنه وقت ما اندمج فيسبوك أو وقت ما اشترى فيسبوك واتساب، في الأساس كان واتساب ما بيحفظ إيش نوع الرسالة اللي أنا ببعث لكم إياها. يعني إذا أنا بكتب لك على واتساب رسالة ما بتنحفظ الرسالة، بس بينحفظ مين اللي أرسل ومين اللي استقبل هذه الرسالة. صحيح. فيسبوك ما كان هيك، بس ليتلي فيسبوك صار هيك، إنه صار بس عم يحفظ مين المرسل ومين المستخدم، ما بيحفظ شو هي الرسالة اللي عم تنبعث عم تتشفر. وهذا الإشي بيزيد خصوصية الأفراد، وهذا الإشي طبعا كتير عم نستفيد منه إحنا، لأنه يمكن هم ما بيدوروا على الفرد كفرد إيش بده. يعني هو بالنهاية إيش بهمهم إذا بيعرفوا عني أنا إيش كتبت على الماسنجر، هم بهمهم حصيلة البيانات اللي بيعرفوها عن مجموعة من الأفراد، لأنه بتساعدهم في تجميع البيج داتا اللي هو اليوم علم البيانات، عشان يوجهوا كتير أشياء تانية ويستفيدوا منها في عملية الذكاء الصناعي وروبوتات الدردشة وكل هاي التفاصيل. كمان ما بدنا ننسى أنه هذه العملية ممكن أنها تساعد أنها تدخل روبوتات الدردشة على تطبيقين اللي هم واتساب وإنستغرام. اليوم في كتير صفحات على الفيسبوك عم تستخدم روبوتات الدردشة اللي هي الروبوتات الآلية عشان ترد على الناس، بما أنكم هلأ كنتوا تحكوا على الروبوتات اللي رح تحل مكان المذيعين، فهم رح يستخدموا اليوم عم يستخدموا روبوتات الدردشة الآلية اللي عم بتحل مكان الناس على دردشة الفيسبوك. بهذه عملية الدمج ممكن أنه يصير في استخدام لروبوتات الدردشة على كمان منصة واتساب وعلى منصة إنستغرام. إذا هيك إحنا نأخذ موقف من الروبوتات اللي بتبدل المذيعين والروبوتات اللي بترد على الرسائل أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي. ألف شكر لمداخلتك معنا في هذا الصباح، كنت معنا عبر سكايب منى شتيه. يعني هذا ممكن يصير كل موضوع، شكرا منى، بس أنه ممكن يصير في كل محطات العالم، بس مش بمساواة، لأنه صباحنا غير، لأنه صباحنا غير، ولأنه كل برامجنا غير. في 60 ثانية بتقدروش تساووا محادثة كاملة أو حتى نص محادثة في واتساب، بس احنا بنص 60 ثانية ممكن نقولكوا لكم محل ومحل في العالم. روح فجيني. شوف أمير، إحنا كنا نحكي قبل عن العالم الافتراضي، استطعنا نتخيل أنه عندك أجازة افتراضية، لأنه طيب. عرض الواقع مش راح تصير مع الأسف. النمسا، الدنمارك أو الهند، وين كنت بتحب تروح؟ دنمارك. أنا الهند. مع أنه بعرف كتير في تخوفات، في حضارة أكثر من رائعة هناك، كتير حبي أشوفها. أنا بوافق معك أنه في إشي مختلف تماماً، يعني إحنا شوي أقرب على أوروبا، بس أنا بدي أفاجئك هاي المرة. تعرف قديش بحب السفر؟ بس مش عارف، مش كتير بميل لأنه أروح على دول الشرق الأقصى أكثر أو ثقافات اللي هي توتالي مختلفة. بتعرفي ليش؟ لأنه إجازاتنا بشكل عام قصيرة، وأماكن من هاي النوع بدها أيام جداً طويلة، بدها ثلاث أسابيع شهر الواحد
ينسى العالم. يعني انسى الهند، انسى الهند حاليا، انسى الهند. على النمسا 4 ايام بكفي، بس تعال نشوف كيف درجات الحراره مش بالنمسا، هون عندنا. يلا حالات الطقس. ساعة أولى خلصت من صباحنا غير، أما بالساعة الثانية فبستنانا علاجات أشعة الليزر الطبية، الفوائد، الأضرار والمحاذير، كيف نختار أنواع الأرضيات في منازلنا، نصائح وتوجيهات، وقطاع الصحة في غزة يفتتح قسماً لعلاج السرطان.